بأولى فقراتنا لليوم ليا، نحن بلشنا بفصل الربيع، وهذا الفصل أكيد شمساته حلوين، ولكن في ناس ما بعرف إذا أنت منهم عندهم فوبيا من هذا الفصل. ببلش بهذا الفصل الربيع، ببلش غبار الطلع وأزهار التلقيح وهدول القصص، فكتير من الناس حالات كتير بيصير عندها حساسية. هلأ نحن بالعامية بنقول له معه مرض ربيعي، بتلاقي دائما عم يدمع، دائما عنده أنفه أحمر، زكام، سيلان، هدول القصص دائما بتعلقوا بفصل الربيع. يمكن هذه المعلومات احنا نتعرف عليها ضمن فقرتنا الطبية مع الدكتور عاصم سليمان، أخصائي أنف أذن حنجرة، لنحكي أكثر عن موضوع الحساسية. صباح الخير دكتور. هلا صباح النور يا هلا، كيفكم؟ تمام. صباح الخير دكتور. صباح النور يا هلا. بالبداية خلينا نحكي ونفسر علميا شو يعني حساسية. أكيد الحساسية إلى أنواع وإلى أشكال عديدة، إلى علاقة بالفصول، بالمناخ، وإلى علاقة أيضا بأنواع كثيرة. خلينا نعرف شو هي الحساسية. هلا الحساسية أو التهاب الأغشية المخاطية التحسسية، لأنه بسبب الأغشية المخاطية بالمجمل، الأنف الملتحمة، البلعوم، القصبات، فهو عبارة عن مرض وراثي متعلق بالمورثات، بيتحرض بالتعرض البيئي، بيتعرض بالمكان أو بالزمان اللي عايش فيه الشخص، وبالتالي هي عبارة عن رد فعل نتيجة شيء غريب عم يتعرض له الإنسان. هذا هو بالتعريف يعني، وأغلب الناس بتعرف هذا الموضوع، إنه في شيء بيتعرض له الشخص وبالتالي بيتحسس منه، ممكن يكون بالهواء، ممكن يكون طعام، ممكن يكون بالملامسة، حسب المرض عند الشخص. طيب شو هي منشأ الحساسية؟ المنشأ يعني علميا دكتور، خلينا ننشأ علميا هو مرض. ليش في حساسية بالحياة؟ هو في حساسية بالحياة لأنه في واحد أول شيء بالحياة تحسس، صار يورثها للعالم. ليش؟ ما في هو عم يتعرض لمادة، تطور الجيني تبع الأشخاص، يعني قد لا يكون المرض موجود قديما، ولكن التطور الجيني أو التغييرات يتعرض للإنسان على مر العصور عملت له طفرات، صار يتحسس من مواد غير أو من شغلات عم يعيشها بحياته اليومية، وصار عنده رد فعل تحسس تجاهها، وصار يورثها للأجيال وهكذا. يعني دكتور هي وراثية أكثر شيء فينا نقول يعني؟ نعم، هو حكما المرض وراثي، ولكن الأعراض تظهر أو بتظهر حسب البيئة، يعني مرتبط بالتعرض البيئي للشخص بالزمان والمكان اللي عايش فيه. طب خلينا نحكي عن الاعراض، ذكرت انت شيء تمام. من الاعراض الاعراض تتعلق مفسر. كمان بالمنطقه اللي عم يتاثر فيها المريض اكثر بجسمه، يعني ممكن تكون اعراض انفيه، ممكن تكون اعراض عينيه، ممكن تكون اعراض قصبيه، بتبدا بالانف، سيلان الانف، الحكه الانفيه، العطاس، انسداد الانف، الدماع، حكه العينين، حكه البوم، السعال، التعطيق، الحكه البلعوميه، هدول الاعراض تبعه بشكل عام. تمام دكتور، يعني نحن دائما بنربط التحسس اكثر شيء بالروائح بتغيير المناخ. خلينا نفسر التحسس الربيعي اللي هو اكثر شيء شائع بالناس، ليش بصير؟ شو هي اسبابه؟ ومين هن الناس اللي اكثر عرضه للتحسس؟ هلا الناس الاكثر عرضه للتحسس هن الاشخاص المخلوقين من اب وام عندهم التهاب انف تحسسي او التهاب اغشيه مخاطيه تحسسي. بالربيع مرتبط الموضوع بالربيع اكثر، هذول عندهم حساسيه تجاه غبار الطلع، غبار الطلع المحمول بالهواء سواء للازهار او الاشجار بشكل عام. فصل الربيع بتزيد هذا الموضوع كثير، وبالتالي بتتعرض لاعراض عند المريض. طبعا هلا نحن ظالمين فصل الربيع لانه الحساسيه موجوده في فصل الخريف كمان باتجاه الاوراق اليابسه والغبار اللي بيصير، فصل الصيف نتيجة الجفاف، وفصل الشتاء على الرطوبة، فهو مرض موسمي. كل إنسان كل إنسان عنده حساسية من عنصر معين تظهر الأعراض، ولكن ممكن يكون غبار الطلع هو الأكثر تسببا بالحساسية، وبالتالي بتظهر الأعراض أكثر بالربيع. طيب دكتور الحساسية هلأ هي نحن بنعرف الزكام العادي معدي للأشخاص اللي حوالينا، كمان نفس الشيء إذا كان في نوع من مرض حساسية كمان هو معدي؟ أبدا إطلاقا الحساسية ما أنا مرض معدي أبدا، وبتتميز عن الزكام أو التهاب الطرق التنفسية العليا بالأعراض العامة. مريض التهاب الأنف التحسسي ما بيشعر بالألم، ما بيشعر بالحرارة، بيشعر بالعطاس، بالحكي، بالسيلان، بس ما بيشعر بالتعب أو بالإنهاك أو بأعراض متلازمة الاستجابة الالتهابية اللي بيحس فيها الإنسان اللي عنده التهاب بشي جسمه. يعني هي ما أنا معدية حكم أنه هي مرتبطة باستعداد وراثي عند المريض. تمام دكتور، الحساسية مثل ما قلنا من شوي إلى أنواع كثيرة، ولكن الإنسان يصاب بحساسية مزمنة، حساسية موسمية، وحساسية يمكن مؤقتة. بجوز أنا مضي شهر أو أسبوع بالسنة اتحسس، بس أنا مو سنة بتحسس. تمام. خلينا نحكي عن هاي الحساسية المؤقتة، أكيد هي ما لها علاقة بالوراثة صحيح؟ نحن كنا عم نحكي الحساسية المزمنة هي لها علاقة. هون صرنا بالتهابات الأنف الغير أرجية أو غير تحسسية، صارت ما التهاب أنف تحسسي. ممكن المريض تعرض لتخريش
تعرض لتخريش معين صار عنده استجابه مثل استجابه التهاب الانف التحسسي، بس صارت برا تصنيف التهاب الانف التحسسي. التهاب الانف التحسسي هو مرض متعلق بالجينات، يعني نحن عم نتحسس بشكل دوري. عم نحكي بهيدا الموضوع لانه دائما اذا مرقت بهي الفتره العلاج هو بيكون مضادات التحسس. هلا نحن مضادات التحسس بتدخل حتى بعلاج الزكام او الزكام العادي اللي هي العطاس والسيلان، وبالتالي علاجها نفس ادويه الحساسيه. اما التهاب الانف اللي حكيتي عنه انت بيصير بشكل متقطع جدا ومتباعد ما له علاقه بالوراثه، هذا صار التهاب انف لا ارجي، ممكن يكون تخريشي او وعائي كذا سبب له. صار حتى مثلا التهاب الهرموني عند النساء ممكن يعمل نفس الاعراض، الحمل ممكن تعمل نفس الاعراض، في كثير اسباب ممكن تعمل نفس اعراض التهاب الانف التحسسي ولكن هي التهاب انف غير ارجي. طيب دكتور، حضرتك ذكرت انه هاي الحاله ما كثير، يعني كونه موسميه وبتيجي بفصل ما نتيجه جينات وراثيه، احيانا بهارات من شمها ممكن نعطس، ممكن يصير معنا حساسيه زايده، عطورات، هدول القصص، فهي حاله ما كثير صعبه او ما كثير طبيا صعبه. ايمت المريض بيكون بمرحله هو عن جد بحاجه لزياره الطبيب ويخضع لعلاج طبي؟ هلا نحن مثل ما حكيتي انت، الجزء كبير من مرضى الانف التحسسي بيعالجوا حالهم وبيعرفوا العلاج، انه انا باخذ مضاد هيستامين. هلا نحن راح نحكي يمكن بعد شوي عن العلاج بالتفصيل. تمام. ممكن المريض يلجا للطبيب لعلاج التهاب الانف التحسسي بس يعرف انه بس يشوف انه العلاج اللي عم يستخدمه ما عاد عمل له جدوى، ما عاد اعطاه نتيجه، ساعتها بيقول له للطبيب انه انا كنت اخذ هذا الدواء وبطلت استفاد، شو الخطوه الثانيه، شو العلاج الثاني؟ نعم. يعني هلا بتحبوا نحكي عن التهاب الانف التحسسي بالتدريج ونحكي عنه هلا؟ تمام، خلينا لكن نحكي عن التهاب الانف التحسسي. اي اكثر اعمار بصيب؟ مين الشخصيات يلي بصيبها؟ ممكن كلا الجنسين ينصابوا، يعني ذكر ولا انثى؟ مين اكثر؟ واذا كان في عامل وراثه، يعني ايمت ببين هذا الشيء، هيدي الوراثه على المريض؟ اول شيء هو بالنسبه للفئه العمريه بيصيب كل الاعمار، ولكن ذروه الاصابات من 20 ل 40 سنه. بالنسبه لشيوع التهاب الانف التحسسي الشائع جدا، تقدر نسبه الاصابه فيه ربع البشر، يعني ربع البشر 25% من الناس عندهم شكل من اشكال التهاب الانف التحسسي. التوزع الجنسي بين الجنسين ما في خصوصيه لجنس على الثاني، بس في خصوصيه للتوريث، الام بتورث اكثر من الاب بالنسبه للتهاب الانف التحسسي. شو هسه كان في سؤال؟ الام اكثر؟ الام بتورث اكثر. هلا اي الموضوع اعتقد مرتبط بالمتقدرات الميتوكوندريا الموجوده بالبويضه، فهي بتحمل الجينات تبع الحساسيه اكثر من الشيء بخص الذكر يعني. تمام. خلينا نحكي هلا طرق العلاج وقت اللي بيزورك مريض او حتى المرضى اللي بيعرفوا حالهم انه هم كل سنه عندهم هاي الفتره، فهم اكيد متعودين على ادويه خاصه ممكن ياخذوها. شو اهم طرق العلاج؟ وهل عن جد دكتور السيروم او البخاخ الانفي يحذر منه بفصل الربيع انه كثر استخدامه؟ تمام. هلا نحن في عندنا جزء يهمل، جزء هو بتفتح اي محل او اي مرجع او اي موقع ببلشوا لك بالعلاج بالتجنب، بالافويد. افويد تجنب العامل المحرض. العامل المحرض اغلب الناس ممكن تكون تعرفه، اللي هي مثلا ممكن تكون في ناس تعرف تحسس بالربيع فهي بتحسها غبار طلع، يعني مثال، هذا مثال. الشخص اللي بيعرف العامل اللي بتحسس عليه لازم يتجنبه أو يبعد عنه. مثلا في ناس لازم تعيش بجو مغلق، في ناس لازم تبعد عن الطبيعة أو جو الربيع، هذا بالنسبة للتجنب. تجنب في جزء ثاني منه هو مثل ما حكيتي أنت، السيروم الأنفي، السيروم الملحي. السيروم الملحي أو عملية شطف أو غسل الأنف من الداخل، هي بتطرد البولين المحمولة بالهواء، الجزيئات المحمولة بالهواء اللي عم تعلق بالغشاء المخاطي واللي هي عم تسبب رد الفعل التحسسي. هذا الشيء مهمل عندنا تماما، ما كثير الناس بتلجأ له، ولكن هو جزء كبير من العلاج. 50% من العلاج المفروض يصير للأنف بالسيروم الملحي لحتى يطرد هاي الجزيئات اللي عم تعلق بالغشاء المخاطي واللي عم تسبب رد الفعل التحسسي. فهذا الجزء الأول من العلاج هو التجنب، متضمنا الابتعاد عن المكان أو البيئة اللي بتسبب لنا الحساسية وشطف الأنف. هدول اسمهم التجنب أو العلاج السلوكي لالتهاب الأنف التحسسي. بيجي بعدها العلاج الدوائي. العلاج الدوائي بيبدأ بال ما كلهم بينعسوا. هلا علاج التهاب الانف الدوائي، نحن بالالتهاب الانف التحسسي اسمه علاج عرضي، وبالتالي نحن بدنا نشوف شو الاعراض اللي عند المريض ونعالجها. الاعراض الاوليه اللي هي عطاس، سيلان، حكي، هي بتستجيب للعلاج بمضادات الهستامين المعروفه. في كذا جيل منها، مثل ما حكيت انت بتنعس، الجيل الاول بينعس، الجيل الثاني ما بينعس. في نسبه بسيطه من الناس بتصير عندها تركين على الجيل الثاني، ولكن الموضوع غير منطقي كثير لانه ما بيعبر الحاجز الدماغ الشوكي وبالتالي ما بيسبب نعاس. هي بالنسبه لمضادات التحسس. هلا في جزء من المرضى بيصير عنده احتقان شديد، بضطر نعطيها مضادات احتقان.
الكورتيزون دوره بعلاج التهاب الانف التحسي. الكورتيزون هو الخطوه التاليه للمريض اللي بطل يستجيب بشكل جيد على مضادات الهستامين، بينتقل للكورتيزون او استيرويدات القشريه موضعيا او جهازيا. العلاج الاقوى والعتبه الثانيه اللي انتقل لها بعد الكورتيزون او بعد الاستيرويدات القشريه هو علاج المناعي. العلاج المناعي كان يستخدم بشكل جيد جدا بسوريا من شيء 10 سنين 11 سنه، شوي قل هلا لانه المواد ما عاد وصلتنا. هو عباره عن اختبار وخز للجلد بيعملوه للمريض، بيشوفوا شو المواد اللي بيتحسس عليها. يعني في شيء 20 مادة تقريبا بيعملوا فيها وخزات للجلد بين غبار الطلع أو الغبار أو في المنزلة، بيعملوا فيها اختبار تحسس، بيشوفوا شوي المادة اللي بتحسس عليها المريض وبيصيروا يعطوه إياها بجرعات متزايدة لحتى يوصل لعتبة التحمل جيدة لهذا المادة، وبتوصل تقريبا فترة العلاج لخمس سنوات فيها. اسمه اختبار، اسمه علاج نزع التحسس. يعني نحن بنصير نعطيه مبدأ اللقاحات، يعني بنصير نعطيه المادة بشكل تدريجي بجرعات متزايده لحتى يوصل لمرحله ما عاد يتحسس على الماده هاي. هلا حاليا ما عاد استخدمت عنا. تمام دكتور، ليش في كثير حالات يعني ببدايه الحاله التحسسيه بتكون كثير قويه مع العمر بتخف او بتقل، وممكن عمليات التجميل تخفر شوي او تزيد او تغير نمط التحسس؟ هلا نحن مثل ما حكينا، اول شيء بالنسبه لاول ما بتبلش الاعراض عند المريض بتكون شديده لما الانسان بيكون الجينات او المورثات موجوده تبع التهاب الانف التحسسي او التهاب الاغشيه المخاطيه التحسسي، بفتره بزمان معين او بمكان معين بتنكسر معوضه المريض نتيجه مرض قوي تعرض له، وبالتالي بتظهر الاعراض شديده. مع الوقت شوي بيتكيف جسمه على الماده اللي عم يتحسس لها وبصير تخف الاعراض. بالنسبه لجراحات الانف سواء التجميليه او الوظيفيه، شو دورها بعلاج التهاب الانف التحسسي؟ الى دور عفوا بسيط بعلاج التهاب الانف التحسسي هي بالموضوع الميكانيكي، بموضوع الانسداد او الاحتقان. اما فيما يخص الاعراض التحسسيه اللي هي عطاس لا محكه ما لها دور ابدا. طب هي ما بتزيد دكتور الجراحه التجميليه؟ بنشوف يعني بصير في مشكله، مو مشكله بالنفس، خلينا نقول صعوبه او شيء. هلا هي القاعده انه ما يصير، الاستثناء انه يصير. نحن في عنا امر ميكانيكي لتحسين التنفس عن طريق الانف. الميكانيك هو نحن في عنا حواجز، في عنا مناطق لازم ما تتضيق، في مناطق ضيقه لازم تنفتح. يعني نحن معروف انه مثلا بعض عمليات تجميل الانف بصير فيها اذيه بالدسام بهالمنطقه، هي هدول بيكون عندهم هيك غمزتين قويه، بصير عندهم اذيه بدسام الانف، هدول بصير عندهم احتقان بالانف. ممكن يصير التصاقات بين القرينات او الوتره، ساعتها ممكن تصير عنده مشاكل تنفسية. بس القاعدة أنه مريض اللي عم يعمل عملية تجميل أنف لتكون وظيفته جيدة. نعم دكتور، هل الحساسية ممكن تنقل عدوى؟ يعني عندنا تحسس بالأنف، ممكن تنتقل هاي التحسس إلى العين إلى الجلد؟ تمام. هلا نحن التهاب الانف التحسسي نحن خصيناه بالاسم هلا، ولكن هو اسمه التهاب اغشيه مخاطيه، وبالتالي الملتحمه ممكن تتعرض، البلعوم ممكن يتعرض، الانف ممكن يتعرض، القصبات ممكن تتعرض. الاذن مثل ما حكيتي انت هي بتكون الحكي فيها او الاعراض التحسسيه فيها من الاغشيه المخاطيه، من الاغشيه المخاطيه عن طريق قناه نفير اوستاش وباطن الاذن الوسطى. الحساسيه الجلديه او الاكزيما الجلديه هي مرافق المريض اللي عنده التهاب اغشيه مخاطيه تحسسي، ممكن تكون عنده عتبه اكثر ليصير عنده اكزيما جلديه، ونفس الشيء الربو. دكتور هلا نحن كورونا واعراض كورونا وحالات كثير صار فيها اصابات، اليوم الحساسيه في شيء مشترك باعراض الكورونا والحساسيه مع بعض؟ الاشتراك هو نحن اي اذيه بالاغشيه المخاطيه ممكن تعمل لنا نفس الاعراض. طبعا ما في مجال للمقارنه بين اعراض الكورونا وبين اعراض التهاب الانف التحسسي. نحن حكينا اول شيء بتتميز الاصابات الانتانيه سواء فيروسيه او جرثوميه عن التهاب الانف التحسسي بالاعراض العامه، التعب، الوهن، الاعياء، احساس المريض بالتعب. التهاب الانف التحسسي ما بيشعر بهذا الاعياء، ما بيشعر بهذا التعب، ما بيشعر بالالام العضليه، سواء اصابه فيروسيه بسيطه او كورونا. نعم، يعني أول ما الواحد يصير عنده هاي الحساسية، خلينا نحكي شو هي الإسعافات الأولية اللي فيه يعملها بالبيت. ممكن في كتير ناس ما بتعرف إنه عندها تحسس، وفي كتير ناس بتعرف إنه عندها تحسس ولكن هي بتبتعد عن العلاج الدوائي، ملت من العلاج الدوائي أو ما بدها تاخد علاج دوائي، شو بنعمل؟ عن جد فينا نشم كحول؟ عن جد فينا مي وملح؟ شو هي أول الإسعافات الأولية حتى ننقذ هاي خلينا نقول العلاج الاولي، اسعاف اولي كلمه كبيره شوي، علاج اولي، علاج اولي نسعف حالنا، ما نقول انه تمام حروق او شيء، بدنا نسعف حالنا من التعطيل. العلاج المبدئي لالتهاب الانف التحسسي، اذا المريض عنده مضاد تحسس بالبيت ممكن يستخدمه. اذا مثل ما حكيتي انت المريض مل من الدواء وما بده شيء دواء، الكحول قطعا لا، استنشاق الكحول لا مخرش،
كل المخرجات رح تزيد الأعراض. المي والملح، المي والملح أو السيروم الملحي طبعا لازم تكون عياراته مضبوطة إذا بدي يعملها على إيده. هي تركيب السيروم الملحي هو ملح مي بتسعة بالألف، ما يعادل تسعة بالألف، تركيبها موجود يعني ما نخفي، هي عبارة عن لتر ماء 6 جرامات ملح زائد بيقولوا على الانترنت تي سبون بيكربونات الصوديوم. هو نفس بون. السيروم الملحي نفس السيروم الملحي، يعني اذا المريض قرر يعملها على ايده بالبيت فيه ياخذ نفس التركيبه، وفي والسيروم الملحي بشكل عام متوفر ما هو مكلف يعني. اما اذا قرر يعملها بالبيت مثل ما قلت لك لتر ماء 6 جرامات ملح وشويه بيكربونات الصوديوم بصير تركيبه سيروم ملحي وبصير يغسل الانف فيها. هذا ممكن ما يعمل له تأثير سريع ولكن يخفف له الرد الفعل التالي انه بعد شوي مشان ما يضل العامل المحسس موجود بأنفه. طيب واذا كان بالبيت وتحسس يطلع لبرا، واذا كان برا وين يروح؟ يعني وين نروح بحالنا؟ يعني انا عم حاكيك يمكن انت مريض التهاب انف تحسسي؟ ايه تمام. هلا نحن اذا المريض له علاقه شو بده يعمل؟ ما بقى بتقدر تاخذ نفس، فانت وين بدك تروح؟ شيء علاقه كثير بانه الماده اللي حسسته للمريض، هلا اذا قاعد بجو دخان انت وتحسستي من جو الدخان حكمه راح تفتحي الشباك وتطلع على الهواء، اذا المريض تحسس بالطريق من الغبار او من غبار طلع حكمه راح يهرب للداخل. مثل ما قلت لك متعلق بالعامل المسبب لالتهاب الانف التحسسي. بس يعني هي فترة بتمرق يعني، ولكن كل حدا بيعرف شو مشكلته. تمام يعني قلت لك احنا التجنب او الابتعاد عن المخرج او العامل المسبب للحساسية المريض بيعرفه اكثر من الطبيب. احنا بنقول للمريض شو العامل اللي عم يزعجك او شو العامل اللي عم يسبب لك حساسية نحاول نبعد عنه. في قواعد عامة، في قواعد عامة بشكل عام لكل مرضى التهاب الانف التحسسي، هن مثلا الغبار، ابتعاد عن جو الغبار، جو غبار الطلع لانه بحسس اغلب الناس، العدة المنزلي او بقايا العدة المنزلي اللي هي موجودة بكل بيت ومانا العدة المنزلي. طبعا قالت الانسي رشا انه هو له علاقة بالرطوبة، العدة المنزلي هو عبارة عن عضو، العدة هو عبارة عن عضو مجهري جدا، بقايا بتسبب حساسية، المريض ما بيعرف مصدره، بيقول لك بتحسس انا بالبيت ما بيعرف مصدره. كثير عندهم مشاكل تمام. ربو بسبب الرطوبه الموجوده بالبيت. هذول الشغلات بيكون علاجها بالتهويه المتكرره للمنزل، تغيير الاغطيه بشكل متكرر، ما يخلي تماسه مع اشياء المنزليه طويل، لازم يبدلها بشكل متكرر. الصوف، ابتعاد عن الصوف، ابتعاد عن الغبار، في بعض المأكولات كمان ممكن يبعد عنها. هدول نصائح دكتور، احيانا بكل مجال في اخطاء شائعه، اليوم هيك بشكل سريع شو اهم الاخطاء اللي بيروحوا المرضى بيساوا ليه؟ شو بتعملي هاتي لهم؟ هلا نحن بالنسبه لنا اخطاء، كلمه اخطاء ممكن ما نلاقيها كثير بهذا الموضوع. نحن شعر شوي بيحب الحلول الكبيره، بيحب الحلول السريعة وبيحب الحلول الأكبر من المشكلة. معنا تدريج بهذا بمستويات العلاج، يعني التدريج بمستويات العلاج شيء بيحافظ له المريض على علاج أقوى للفترة اللاحقة. فعنا هذا الموضوع في خطأ إنه نحن بنلجأ للعلاجات الكبيرة أو القوية ببداية المرض. مثلا في كثير مرضى بيروح بيعطوا الكورتيزون تحرير المديد ببدايه التهاب الانف التحسسي لانه هو ما بده ياخذ حب وما بده يضل يبخ بانفه، فهذا الموضوع ما له كثير صح. يعني انا اخذ ابره كورتيزون كل ما حليلي الجو بروح باخذ ابره كورتيزون وبعمر باكر وعمر صغير ما خليت شيء للفتره اللاحقه. هي اخر حل الكورتيزون؟ طبعا الكورتيزون جهازي اللي هو عن طريق الحقن، هذا بيجي حل اخير ومدروس. تمام دكتور، يعني قبل ما نختم مع حضرتك اليوم ضوينا على نوع واحد من التحسس وهو تحسس الأنفي، وأكيد في يمكن كتير من الأنواع التحسسية، أكيد بدنا نتمنى للناس يكونوا أكثر وعي بمعرفة نوع التحسس. هذا مجمل الحديث، لأنه إذا ما عرفنا نوع التحسس أكيد ما فينا لا نقول للطبيب شو معنا ولا نعالج ولا نساعد حالنا. نشكرك كتير دكتور، شكرا لك. وبالختام يعني بس هيك خلينا نحن ايمت نحن لازم نروح عند الطبيب وما نسمع نصائح الجارات والفيسبوك والسوشيال ميديا، ايمت نحن بس نحس ايمت انه نروح عند الطبيب؟ هلا نحن حكينا التدرجات، نحن حكينا ولكن نحن حكي بس شغله، المريض بيلجا للطبيب لما بيعرف انه العلاج البسيط او الاعتيادي او الروتيني اللي عم يطبقه ما عاد عم يجدي نفعا. اما ما يسمع من جاره انه والله انا اخذت الابره واستفدت عليها، انا اخذت هذا البخاخ واستفدت عليه، لما بحس المريض انه العلاج البسيط الروتين اللي عم يستخدمه ما عاد فاده. طيب دكتور، كثير بيقولوا او بيحذروا اليوم، بدنا نعرف منك بشكل طبي ومعلومه صحيحه طبيه، انه جلسات الرذاذ هي فيما بعد سلبيه على الجسم خصوصا الاطفال. الرذاذ تماما، واول ما بتاخذ طفلك بيكون عنده مشكله ان كان انف اذن حنجره، اول سؤال بسالك اياه
عامل له جلسات قبل هالمرة، فإذا كان إيه فبيكون أحياناً مشكلة الرذاذ السابق هي اللي اليوم سببت له هاي المشكلة. فطبياً قديه هاي المعلومة صح؟ خاطئة 100%، عفوا منك المعلومة خاطئة. لا أنا كرمال نوضحها أكثر يعني. تمام، الرذاذ الجلسات الرذاذ طبعاً باستخدام مواد مختلفة، ممكن تكون كورتيزونات، موسعات قصبية إلى آخره. هاي العلاجات تستخدم بشكل عرضي لما المريض بينصاب، لما الطفل بشكل عام بينصاب بأزمة تنفسية، وقتها ممكن يكون بحاجة لإلها. تأثيرات على المدى البعيد إطلاقا. تأثيرات على المدى الآني، مثل على المدى الآني في بعض الموسعات القصبية بتعمل تسرع قلب، ممكن تكون مزعجة للأطفال. طبعا أكيد هي بإشراف طبيب وبجرعة بسيطة، وبالتالي بتكون ما لها تأثير جانبي لما تكون مشغولة صح، بس على المدى البعيد أبدا ما لها تأثيرات جانبية. نعم، شكرا كثير لك دكتور على كل المعلومات يلي قدمت لنا إياها، وهلا صار الوقت لحتى نروح مع رشا إلى غرفة الأخبار. أكيد بدي أتشكرك دكتور عاصم، وصباح الخير لك.